اهلا بيكم في حلقه جديده من تيك توك. كلنا النهارده تقريبا بنتعامل مع وسائل رقميه سواء على الموبايل او الكمبيوتر، وكل شايف التطور الكبير اللي حصل في انتشار استخدام التكنولوجيا في ازمه كورونا. العالم كله بقى معتمد على الانترنت والمعاملات الرقميه بشكل اساسي، وبدانا خصوصا في مصر نسمع عن التحول الرقمي والشمول المالي ودعم القياده السياسيه ليه. طبعا هتقول لي وايه بقى الشمول المالي ده كمان؟ شوف يا سيدي، الشمول المالي ببساطة شديدة هو توفير أدوات التعامل مع الخدمات المصرفية للجميع بشكل سهل وسريع وغير مكلف. مشكلة الخدمات المصرفية إنها مش متاحة للجميع بنفس الكيفية والسهولة، يعني مثلاً عشان تفتح حساب في بنك محتاج إجراءات معينة ولازم يكون عندك إثبات دخل وخلافه. في الحالة دي ظهرت فئات في المجتمع صعب تفتح حساب بنك لأنهم مش عارفين يجيبوا إثبات دخل أو إنهم ما عندهمش وظائف ثابتة، وبالتالي هيبقوا محرومين من الخدمات المصرفية اللي بتسهل حياة الناس في التعامل مع التطور الكبير في التكنولوجيا زي الدفع الإلكتروني وبطاقات الائتمان وغيرها. عدم وصول نسبة كبيرة من المجتمع للخدمات دي بيأثر على جودة الحياة وبيخلي فيه فوارق كبيرة بين اللي عندهم الخدمات البنكية والمصرفية واللي ما عندهمش. هنا بقى يجي دور التقنيات الرقمية لتحقيق الوصول للخدمات المصرفية بشكل سهل وسريع وغير مكلف، وده بسبب الانتشار الكبير لأجهزة الموبايل اللي بقت موجودة مع أغلب الناس. هدي لك مثال لخدمات الشمول المالي، وهي المحافظ الإلكترونية اللي موجودة على التليفون المحمول اللي تقدر تشحنها وتحط فيها رصيد وتستخدمها في الشراء والدفع وأي عمليات تانية زي تحويل الأموال والدفع الإلكتروني للخدمات. الحقيقة أن التكنولوجيا هي العامل الرئيسي في الشمول المالي، خصوصا الإحصائيات بتقول أن في أكتر من 2 مليار شخص ما عندهمش حسابات في البنوك، وحوالي 75% من الفقراء ما بيتعاملوش أساسا مع البنوك. الكلام ده بيفكرني باللي قاله بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت من حوالي 8 سنين عن أهمية التكنولوجيا في الشمول المالي. ده ببساطة فكرة الشمول المالي، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لأن كل تطور في الحياة خصوصا التطور التكنولوجي بيكون ليه أثار جانبية، وزي ما بنقول دايما التكنولوجيا سلاح ذو حدين. واحدة من أخطر المشاكل اللي بتواجه التطور التكنولوجي في مجال الأعمال المصرفية والشمول المالي هي التهديدات والجرائم السيبرانية زي الاختراقات اللي بتحصل للبنوك والجهات المصرفية وبنسمع عنها كل يوم في كل حتة في العالم. السبب الرئيسي وراء الجرائم السيبرانية اللي بتستهدف البنوك والجهات المصرفية هي أن الفلوس تقريباً مش هتبقى موجودة في إيدين الناس، يعني العالم كله دلوقتي بسبب التقنيات الرقمية بقى متجه لما يسمى المجتمع اللي من غير نقد أو cashless society. فالمجرم تفتكر هيقف يتفرج يعني عبده مطوى والناس دي هبطلوا يسرقوا مثلا؟ لا طبعا، اكيد هيدوروا على طرق احتيال ونصب جديدة على الانترنت، زي الحادثة الاخيرة اللي تعرض ليها بنك مصري وتسرق من رصيد العملاء حوالي 2.7 مليون جنيه. استنونا بعد الفاصل وتفاصيل اكتر عن اختراقات البنوك. اهلا بيكم. قبل الفاصل قلنا اختراقات الجهات المصرفية واحدة من أكتر الجرائم الاقتصادية تأثيراً الفترة دي، خصوصاً أن المجرم ما عادش محتاج سلاح علشان يروح يسرق بنك. من فترة بسيطة أعلن بنك من البنوك المصرية أنه في عصابة سرقت أكتر من 2,700,000 جنيه من أرصدة أكتر من 13 عميل في البنك، والبنك قال ساعتها أن المجرمين استغلوا عدم وعي العملاء واتصلوا بيهم وخدوا منهم بياناتهم السرية بعد ما خدعوهم. بعدها بفترة بسيطة وزارة الداخلية أعلنت أنها قبضت على تشكيل عصابي متخصص في سرقة بطاقات الدفع الإلكترونية ومعلومات العملاء، وأن التشكيل ده عمل أكتر من 40 واقعة قبل كده في 3 محافظات. خلونا نشوف جزء من فيديو وزارة الداخلية عن الواقعة. بيتطور زي ما التكنولوجيا بتتطور، وكل ما هنعتمد أكتر على التكنولوجيا كل ما المجرم هيطور نفسه، وده اللي مخلي برضو الأجهزة الأمنية مهتمة بالتطور التكنولوجي في مجال الجريمة. طبعا أنت دلوقتي تقول لي طب والناس دي سرقت الفلوس دي إزاي من العملاء، ونعمل إيه طيب علشان نحمي نفسنا من الجرائم دي، خصوصا أننا رايحين لمجتمع الشمول المالي لا محالة. قبل ما أقولك الجرائم دي بتحصل إزاي وإيه اللي لازم تعمله علشان تحمي نفسك، خليني الأول أقولك إن الجرائم دي بتحصل في أي مكان في العالم، ومش معنى إن بنك اتسرقت منه أرصدة في مصر فنبطل نستخدم الوسائل الرقمية، بالعكس ده أنت لازم تتعلم إزاي تحمي نفسك. الحقيقة إن اللي حضرتك شفته في مصر ده ولا أي حاجة، لأن المجرم هنا لسه بعافية حبتين. تعال بقى أفرجك على أكبر حادثة قرصنة إلكترونية واستيلاء على أموال بين البنوك في العالم. تفتكر كده المجرمين سرقوا قد إيه؟ في فبراير 2016 وتحديدا يوم الحد، مدير البنك المركزي في بنجلاديش كان داخل مكتبه الصبح عادي بعد الأجازة، لكن قرر يدخل مكتب الحسابات والميزانية، وده مكتب محظور على أغلب العاملين في البنك. لكن المدير لاحظ إن كان في مجموعة متجمعين بسبب مشكلة، لأن البرينتر في المكتب ما كانتش شغالة من يوم الخميس وما طبعتش أي تقارير. هتقول لي طب وإيه المشكلة يعني لما البرينتر تكون مش شغالة؟ ده سؤال مهم. تخيل إن البرينتر دي هي اللي كشفت إن في كارثة في البنك المركزي في بنجلاديش.
البرينتر متوصلة على نظام سويفت الإلكتروني الخاص بالتحويلات البنكية، والمفترض أن البرينتر دي تفضل شغالة بشكل تلقائي علشان تطبع التقارير البنكية الخاصة بالتحويلات لحظياً. لكن لما المدير دخل القسم ما لقاش البرينتر شغالة وبدأ يدور على السبب، وأول لما المهندسين صلحوا البرينتر، البرينتر بدأت تطبع التقارير اللي كانت متعلقة من يوم الخميس بالليل. المهم مجرد ما البرينتر بدأت تطبع وبدأ الموظفين يشكوا في عدد الورق اللي مطبوع ويفحصوا التقارير، اكتشفوا الكارثة. في تقارير كانت فيها تحويلات كبيرة جدا بملايين الدولارات، فيها معلومات عن تحويلات من بنك بنجلاديش لبنوك في دول تانية. مدير البنك المركزي صعق لما اكتشف ان التحويلات تقريبا وصلت حوالي مليار دولار، وده رقم ضخم جدا ممكن يأثر على الاحتياط الدولاري في الدولة كلها. طبعا البنك اتشقلب رأسا على عقب ومحدش كان عارف يعمل ايه ويوقف التحويلات دي ازاي. الموضوع في حقيقته بدأ في حوالي 9 شهور قبل الحادثة بالظبط، لما مجموعة فتحوا 4 حسابات في بنك في الفلبين، كل حساب بحوالي 500 دولار، ومفيش أي حركة حصلت على الحسابات دي بعد كده والناس دي اختفت. قبل الحادثة بفترة بسيطة واحد من الموظفين في البنك فتح إيميل كان فيه ملف ملغم بفيروس، ومن غير ما ياخد باله فتح الملف والفيروس انتشر على شبكة البنك، وده اللي ادى فرصة للهاكرز يدخلوا النظام البنكي في بنجلاديش ويجمعوا معلومات عن الأنظمة والمستخدمين والشبكات. المهم الهاكرز قدروا يوصلوا لمعلومات كتير جدا، ومنها معلومات دخول نظام سويفت الخاص بالتحويلات، وبدأوا عملية التنفيذ لسرقة الفلوس يوم الخميس. طبعا هتقول لي وليه يوم الخميس؟ لا يبقى انت مش مركز معايا. بنجلاديش دولة مسلمة والبنوك بتاخد اجازة من الخميس اخر النهار لحد الحد الصبح زي عندنا بالظبط. في الفترة دي الهاكرز دخلوا نظام البنك عن طريق الفيروس اللي اتزرع في الشبكة لما الموظف فتح الايميل. بعيدا بقى عن الهاكرز بتوع عبده مطوى اللي اتعلموا ينصبوا على العملاء دول، بقى موضوع الهاكرز موضوع تاني خالص. الهاكرز هنا كان هدفهم الاساسي الدخول لنظام سويفت الخاص بالبنك، وده النظام العالمي لتبادل المعلومات البنكية الخاصة بالتحويلات. وفي الحقيقة هو مش بيحول فلوس، لكن بيحول أوامر دفع بين البنوك وبعضها، ومتأمن تأمين قوي جدا، عشان كده محدش بيفكر يحاول يخترقه، لكن دايما البني آدم أو المستخدم هو الحلقة الأضعف في سلسلة الأمن، فالمخترق بيدور إزاي يدخل للمستخدم أسهل من النظام. لكن في الحالة دي الهاكرز كانوا بيدوروا على معلومات الدخول لنظام سويفت في البنك المركزي في بنجلاديش، وقدروا فعلا يتحكموا في النظام الإلكتروني وكأنهم موظف من موظفين البنك، وبدأوا يعملوا أوامر دفع لتحويل حوالي 951 مليون دولار من الفيدرال ريزيرف بانك في نيويورك. برضو هتقولي شمعنا نيويورك؟ عشان البنك المركزي في بنجلاديش عنده حساب هناك فيه بلايين الدولارات. أوامر الدفع كانت لتحويل الفلوس دي من حسابات بنك بنجلاديش في نيويورك لحسابات في بنوك تانية حوالين العالم وتحديدا في آسيا. طبعا أوامر الدفع دي بدأت تتنفذ جزء منها في نيويورك يوم الجمعة، ويوم الحد لما الموظفين بتوع بنجلاديش اكتشفوا الكارثة حاولوا يوقفوا التحويلات، لكن وقتها طبعا كان البنك الفيدرالي في نيويورك أجازة. قليل البخت بقى، بس حقيقي مش قليل البخت، ده تخطيط جهنمي من الهاكرز انهم يعملوا العملية في وقت أجازة البنك في بنجلاديش عشان تتنفس في وقت العمل في نيويورك، ولما يكتشف البنك في بنجلاديش يلاقي بنك نيويورك قافل. ايه الحلاوة دي؟ مش بس كده، البرينتر اللي كان المدير والموظفين في بنك بنجلاديش مفكرينها عطلانة، طلع الهاكرز هم اللي معطلينها عن طريق الفيروس اللي زرعوه في الشبكة عشان البرينتر ما تطبعش أي حاجة في وقت العملية. في الوقت ده حوالي 20 مليون دولار اتحولوا من البنك الفيدرالي في نيويورك لحساب في سريلانكا باسم شركة وهمية، وده الحقيقة كان واحد من 35 تحويل بملايين الدولارات لحسابات في بنوك تانية في آسيا. لما رجع البنك الفيدرالي في نيويورك للشغل يوم الاثنين، كان في النظام البنك متعلق مجموعة من تحويلات بسبب شكوك في أماكن التحويل، خصوصاً إن كان في اسم حساب لشركة مشابهة مع شركة شحن محظورة في البنك بسبب إنها بتتعامل مع إيران. لما المحققين في البنك الفيدرالي بدأوا يفحصوا التحويلات، اكتشفوا الكارثة بسبب 35 تحويل اللي معمولين بمبالغ كبيرة جداً لبنوك في آسيا في حسابات شركات مجهولة. ده طبعا خلاهم يتصلوا بالبنك في بنجلاديش يوم الاثنين واللي كان غرقان في الكارثة بتاعته، وساعتها البنك الفيدرالي في نيويورك وقف باقي المعاملات، لكن كان خلاص تم تحويل اكتر من 100 مليون دولار بالفعل، وكل سنة وانت طيب. السؤال هنا، مين اللي سرق الفلوس دي، وايه حكاية الخمس حسابات اللي اتفتحت في الفلبين؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. اهلا بيكم. قبل الفاصل قلنا مين اللي سرق الفلوس والفلوس راحت فين. فاكر الاربع حسابات اللي اتفتحوا في الفلبين كل واحد ب 500 دولار؟ الحسابات دي اتحول لها فجأة 81 مليون دولار، وتم سحب الفلوس واستخدامها في غسيل أموال عن طريق ألعاب القمار والتحويل لعملات افتراضية. السلطات في الفلبين اكتشفت ان الحسابات اتعملت عن طريق 2 صينيين، وقت ما قرروا يقبضوا عليهم
كانوا سافروا الصين. استعان البنك المركزي في بنغلاديش بشركة متخصصة في تحقيقات الجرائم السيبرانية واختراقات أمن المعلومات، واللي اكتشفت أن البرنامج الخبيث أو الفيروس تابع لمجموعة مشهورة اسمها لازاروس جروب، واللي عملت عمليات سرقة كبيرة للبنوك حوالين العالم، وكمان عمليات اختراقات ومن أشهرها اختراق شركة سوني. المحققين لقوا كمان أدلة بتثبت علاقة كوريا الشمالية بالاختراق ده من تحليل الفيروس اللي لقوه على أجهزة البنك المركزي في بنغلاديش. طبعا لو في اي حد معاه سلاح مش هيعرف يسرق المبلغ ده، لان مفيش حد بيمشي بالمبلغ ده في الشارع، ده غير ان اساسا البنك ممكن ما تلاقيش فيه الفلوس دي. دول حتى غلبوا البروفيسور في مسلسل لا كاسا دي بابل. بعيدا بقى عن العمليات المعقده دي واللي مش بعيد نلاقي منها عندنا قريب، خلينا اقول لك ان سرقه بيانات العملاء واللعب بعقولهم وخداعهم زي ما حصل في مصر موضوع مش صعب خالص زي ما ناس كتير متخيله. مبدئيا ومن وجهه نظري المتواضع، اكبر خطر ممكن يقابل العمليات المصرفيه والعملاء في البنوك هو رقم التليفون، وتحديدا شريحه الموبايل. للاسف هو ده الوسيله الاكثر استخداما لتحديد المستخدم من قبل البنك او الخدمه المصرفيه، وده اللي بيجي لك عليه رسائل التحقق من العمليات الالكترونيه على بطاقات الائتمان او الحسابات في رسائل اس ام اس او الكود السري او الاو تي بي، سميه زي ما تسميه. دي أزمة كبيرة الحقيقة، بسبب أن الناس متخيلة أن أي حد يقدر يوصل لموضوع الرسائل اللي بتوصل لحضرتك على رقم تليفون، خصوصاً أن الرسائل الاس ام اس دي مش متشفرة. ده غير أن المجرمين اللي ممكن يعملوا عمليات ببطاقة البنك بتاعتك، لما يجيلك الكود على تليفونك هيتصلوا بيك من رقم متسجل على ترو كولر مثلاً بأغلب البرامج اللي زيه، أنه رقم من البنك بتاعك، ويبدأ يتكلم معاك أنه بيحدث البيانات واديني الرقم اللي وصل حضرتك في رسالة، وبكده يبقى قدر يعمل العملية ويحول فلوس من حسابك أو يشتري من البطاقة الائتمانية بتاعتك. للأسف ده اللي عملوه المجرمين اللي سرقوا الفلوس من عملاء البنك المصري. لكن يبقى السؤال الأهم، هم أصلاً عرفوا منين إن رقم التليفون بتاع الضحية مرتبط برقم بطاقة أو حساب في بنك معين؟ للأسف في ظل الفوضى بتاعت البيانات بتاعتنا اللي منتشرة على الإنترنت في كل حتة، هتلاقي في بيانات إما متسربة من البنوك أو بتتباع للأسف الشديد، والمعلومات دي فيها بيانات حساسة زي رقم التليفون والرقم القومي وأحياناً أرقام بطاقات ائتمانية، ده غير البيانات اللي متسربة على الدارك ويب لبنوك كتير جداً بالمناسبة، إضافة للبيانات اللي متسربة من مواقع كتير جداً بيتم اختراقها وحط عليهم تسريبات فيسبوك الأخيرة اللي كان فيها 500 مليون حساب من مصر بس. نرجع تاني لرقم التليفون، لو حد قدر يخدعك ويتصل بيك على انه البنك وياخد منك اي بيانات بتجيلك على التليفون للتحقق من اي معاملات او معلومات بنكية، كده كل سنة وانت طيب. فالمفترض انك ما تديش اي حد اي بيانات بنكية عن طريق التليفون ولو هو البنك نفسه، لان البنك مش هيطلب منك اي معلومات سرية. ومش البنك بس اللي ممكن يجيلك منه مكالمات، شركات الاتصالات اللي هي اصلا ممكن تبقى هدف للنصابين، لو حد انتحل شخصيتهم وكلمك، او حصل العكس وانتحل شخصيتك انت واتصل بيهم وغير بياناتك عندهم. كل دي تقنيات في الاختراق اسمها السوشيال انجينيرينج او الهندسه الاجتماعيه او فن التلاعب بالعقول. تعال اوري لك فيديو هيفهمك الموضوع اكتر. بما اننا اتكلمنا على التليفون، لازم سعادتك تتاكد ان رقم التليفون اللي حضرتك ضايفه على اي خدمه من الخدمات المصرفيه او محافظ رقميه متسجل باسمك في الشركه، ولازم تتاكد من النقطه دي 100 مره، لان لو حد قدر يسجل الرقم ده باسم حد تاني او ينقل بيانات الخط لخط تاني، كل سنة وانت طيب، ممكن فجأة تلاقي حساباتك كلها بقت زيرو. ولو مش مصدق تعال افرجك على حكاية لطيفة. الهجمات دي معروفة باسم سيم سوابينج او تبديل الشريحة، ودي اخطر عمليات الاحتيال لسرقة الحسابات سواء على الانترنت او في المعاملات المصرفية، واحنا اتكلمنا عليها في الموسم اللي فات، لكن هنبقى نعيد التذكرة مرة تانية في حلقة خاصة، لان في تطور كبير جدا في الجزء ده، خصوصا مع ظهور حاجة اسمها الإيسم او الكروت الالكترونية، واللي تسببت في سرقة فلوس كتير جدا من بنوك في الخليج الفترة اللي فاتت. حاول دايما تذاكر كل الارشادات اللي بيصدرها البنك بتاعك واللي ليه علاقه بامن المعلومات، وازاي تستخدم التطبيقات والبرامج اللي بتولد ارقام عشوائيه للعمليات المصرفيه، خصوصا التحويلات زي تطبيقات الوان تايم باسورد او الاو تي بي او التوكن اللي البنك بيسلمه لك علشان تعمل بيه معاملات اونلاين. للاسف موضوع امن المعلومات مش مهمه المواطن بس، لان المؤسسات في الدوله عليها عامل كبير جدا في توعيه المواطن لكيفيه استخدام الخدمات المصرفيه والبنكيه بشكل امن. مش كل حاجه هنرميها على المستخدم، خصوصا ان المستخدم ده هو نفسه ممكن يكون سبب خسائر البنك لفلوس كتير جدا زي ما حصل. في ارشادات عامه لازم تحطها في اعتبارك كمستخدم اضافه للي قلناه قبل كده. ما تفتحش اي ايميلات جايه من اي بنك حتى لو البنك بتاعك، وتطلب منك تضغط على اي لينكات وانت شفت اهو البنك المركزي في بنغلاديش اخترق بسبب ايميل فتحه موظف مش واخد باله. احمي تليفونك اللي عليه اي محفظه رقميه او تطبيقات بنكيه ببرامج حمايه، وما تحملش عليه اي تطبيقات مش موثوقه لانها ممكن تكون سبب في اختراق حساباتك وانت مش دريان. دي نصيحه للي شغالين في البنوك، اي معلومات بتحطها عن نفسك على الانترنت بتساهم في استهدافك.
يا ريت ما تدخلش على اي خدمه بنكيه من اي واي فاي عامه لو تكرمت، لان ده خطر كبير وممكن بسهوله يتم سرقه بياناتك وحساباتك، ومش هنقول ازاي بس الموضوع مش صعب على فكره. مهم كمان انك تتعلم ازاي تعمل كلمات المرور القويه لحساباتك، ويا ريت بلاش كلمه مرور واحده او باسورد لكل حاجه وايميل واحد لكل حاجه، لان لو تم اختراق اي خدمه من الخدمات اللي بتستخدمها كل حساباتك التانيه هتخترق. يا ريت كمان ما تستخدمش بطاقات الائتمان بتاعتك في مواقع مش معروفه، او حتى في اماكن فيها ماكينات اي تي ام مش موثوقه من غير ما تتاكد ان ما فيش فيها اي اجهزه ممكن تسجل رقم الكارت وكلمه السر بتاعتك. مره تانيه، اخطر وسيله لسرقه بياناتك هي الهندسه الاجتماعيه، لانك كمستخدم اضعف نقطه في حلقه الامن. تعال اوري لك جزء كمان عن التكتيك ده من مسلسل مستر روبوت. للاسف محدش هيحميك من المخاطر دي الا وعيك بامن المعلومات، والموضوع كمان محتاج حملات توعيه من الدوله وداخل كل المؤسسات والجهات، لان التكنولوجيا بتتطور اسرع مما نتخيل، واحنا هنستخدمها. والمجرم دلوقتي بيسرق بالكمبيوتر اكتر ما بيسرق بالسلاح، وممكن تقعد تشتري اجهزه وبرامج حمايه للصبح، ويجي مستخدم واحد يغلط غلطه يضيع المؤسسه كلها. لأن اللي فاكر إن التكنولوجيا يحلل كل مشاكل أمن المعلومات لا هو فاهم التكنولوجيا ولا فاهم أمن المعلومات. استنونا في حلقة جديدة وتيك توك على القاهرة والناس.